للمزيد. إذن مشاهدينا، بشأن الأوضاع الصحية والاجتماعية في إيران وتأثيرها على الشارع هناك الذي يغلي منذ أشهر، معنا عبر الهاتف المتخصص بالشأن الإيراني سيد محمد المدحشي. مرحبا بك. إذن الأوضاع الصحية تزداد سوءا في إيران مع تعنت النظام في طهران ورفض التعامل مع المنظمات الدولية، ما أثر هذا التعنت في الوضعين الصحي والاجتماعي؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. حتى اللحظة إيران كانت تراهن على أن أزمة كورونا ستساعدها على تخفيف وطأة العقوبات عليها، أي تستطيع من خلال الضغوط على الإدارة الأمريكية وبالتعاون مع الدول داعمة لإيران كالصين وألمانيا وبعض المؤسسات الدولية، خاصة الأمم المتحدة التي تدعم بشكل وآخر إيران في هذا الصراع، أن تخفف العقوبات عليها. لكننا شاهدنا أن الإدارة الأمريكية رفضت أي تخفيف في العقوبات على إيران، وقالت الإدارة الأمريكية أن هناك فرق بين العقوبات المفروضة على إيران والجانب الإنساني وحصول إيران على الدواء والمعدات المعدات الصحية والطبية التي تحتاجها لمكافحة كورونا. وحيث عرضت الولايات المتحدة على إيران أن تساعدها وترسل لها ما تحتاجه في مكافحة كورونا، ما رفضته طهران جملة وتفصيلا، وما وضع إيران في موقف ضعيف من هذا الجانب. الجانب الآخر هو أن إيران تراهن على أن أزمة كورونا ترغم الشعب على البقاء في البيوت ومنع التجمهر والمظاهرات في البلاد، ما حصلت عليه أصلا. وبسبب سوء إدارة الأزمة، وأيضا رغبة النظام الإيراني في تفشي كورونا في البلاد إلى حدود معينة حيث ترغم الشعب على البقاء في البيوت، استطاع النظام الإيراني أن يؤجل الانفجار المرتقب، نصفه بالانفجار الاجتماعي يعني نفاذ صبر المواطن. هذا تم تأجيله، لكنه الآن بدأت الأزمة الاقتصادية تتفاقم والبطالة تزداد، مصادر رزق المواطن والمعيشة بدأت تقل مع انتشار الوباء. وحتى النائب الإيراني عبد الرضا عزيزي قال إن الحل في كورونا أن يبقى المواطن الإيراني 3 أشهر في بيته، يحصل إغلاق تام لكي نتخلص من هذا الوباء. ولكن السؤال كما تفضلت اقتصاديا، إلى أي مدى يتحمل الوضع الاقتصادي في إيران ذلك؟ يعني الوضع الاقتصادي الحقيقة هو لا يتحمل ذلك بشكل واضح ومبرهن، حيث في المناطق والمدن الفقيرة مثل الأحواز وبلوشستان وكردستان، المواطن بدأ يعني عدم الالتزام بالحجر الصحي للحصول على قوته، والمواطنين بدأوا يخرجون إلى الشارع حتى يعملون ويحصلون على قوتهم. ونعلم أن في هذه المناطق، في المناطق الفقيرة، هناك لا يوجد توظيف لهؤلاء. هؤلاء يذهبون إلى الأسواق والأعمال الحرة ويجنون بعض المال بشكل يومي حتى يوفرون الطعام لأفراد أسرهم. والآن بسبب الحجر الصحي هؤلاء لا يستطيعون حتى توفير الوجبات الرئيسية للطعام بشكل يومي. ولهذا السبب هؤلاء المسؤولون يطالبون بفرض حجر صحي بقوة العسكرية بشكل عسكري، ما شاهدناه في الصين. لكن ذلك يمكن أن يحصل في بلد كبريطانيا أو الولايات المتحدة التي تواعد المواطن وتدفع للمواطن يعني مصاري حتى يستطيع المواطن يوفر الطعام وما يحتاجه. لكن إيران منهارة اقتصاديا، منهارة اقتصاديا، ولا تستطيع أن توفر ما يحتاجه المواطن إن بقى في بيته. أيضا من جانب آخر أستاذ محمد، أزمة تفشي كورونا وصلت إلى السجون، هل فتح باب التمرد في هذه السجون؟
يعني النقطة الأولى يجب أن ننتبه إليها، أنه من أدخل كورونا في السجون غير النظام نفسه للتخلص من السجناء سياسي. الذين يعتبرهم خطرا عليه، أتحدث عن السجناء السياسيين هنا تحديدا. ويستغل هذه الأزمة النظام الإيراني أزمة كورونا للتخلص من سجناء كان يريد إعدامهم أو يخطط لتصفيتهم. أما النقطة الأخرى وهي أنه الأمور دوما لم تبقى تحت سيطرة النظام كما يخطط، ما شاهدناه في أزمة كورونا. النظام الإيراني لم يمنع تفشي كورونا في البلاد إلى حدود معينة، والآن أصبحت أزمة فوق أزمة، وهو لا يستطيع أن يدير الاقتصاد. نفس الشيء الآن في السجون، إيران حاولت أن تتخلص من السجناء، بعض السجناء تحديدا السجناء السياسيين هنا والنشطاء القوميين في إيران، لكنه الآن بدأت تفقد سيطرتها حتى على السجون، وهناك أزمة في إدارة السجون. فإيران للأسف حسب عادتها يعني تهاونت مع هذه الأزمة ولم تأخذها على محمل الجد، كما اعتمدت إيران هذا الأسلوب. وأصلا هذه هي عقلية إيرانية طيب، لديها كم كبير من القروض والتكبر في التعامل مع كل القضايا. بنصف دقيقة أستاذ محمد لو سمحت، إذن هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتفشي فيروس كورونا الذي زاد طين بلة، كيف تستشرف المشهد الإيراني؟ يعني أنا أتوقع الحقيقة خلال الأشهر القادمة الصيف أو حتى أواخر الصيف إيران ستجهز أزمة احتجاجات كبيرة بسبب التفشي الفقر حتى إلى أجزاء من الطبقة الوسطى، ونحن لا نتحدث فقط عن الطبقة الفقيرة في البلاد التي حسب الإحصائيات الرسمية تشكل 40% من عدد سكان إيران. نعم. والآن حتى الطبقة الوسطى تعاني من توفير ما تحتاجه، ليس فقط على مستوى الطعام، لأنه هناك احتياجات أخرى كالصحة والدراسة. والمتوقع أنه سنشهد أزمة كبيرة واحتجاجات واسعة في البلاد ستخلفها أزمة كورونا في إيران. شكرا جزيلا لك من لندن، المتخصص بالشأن الإيراني محمد المدحجي.